مرحبا بكم في النشره الاقتصاديه والبدايه بابرز العناوين. احتجاجات في تعز للمطالبه بالكهرباء والخدمات وانهاء عبث الكهرباء التجاريه. اشهار ملتقى تجار تعز بهدف حمايه التجار والمطالبه بحقوقهم. حملة حوثية تستهدف 45 منشأة دوائية في صنعاء والحديدة. شهدت مدينة تعز يوم أمس الجمعة وقفات احتجاجية للتنديد بتردي الخدمات وأبرزها خدمة الكهرباء. وفي وقفة عقب صلاة الجمعة بساحة الحرية، دعا المحتجون المسؤولين في السلطة المحلية الى سرعه توفير خدمات الكهرباء والمياه واصلاح الطرق والقيام بواجباتها على اكمل وجه وهتف المحتجون ضد التقاعس الحكومي الذي وصفوه بالمتعمد من قبل مسؤولي السلطه المحليه وفشلهم الذريع في توفير احتياجات السكان على مدى تسع سنوات وفي منطقة عصيفرة خرج المئات من الأهالي في احتجاج للمطالبة بتشغيل منظومة الكهرباء الحكومية في الساحة والشوارع المجاورة لمحطة عصيفرة وهو الاحتجاج الأول من نوعه لمطالبة السلطة المحلية والحكومة بإعادة تشغيل المحطة ونشد المحتجون مجلس القيادة والحكومة والبرنامج السعودي لإعادة الإعمار والأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لمعاناة السكان في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء التجارية واستغلال الظروف المعيشية للسكان. سخط واسع من تعرفة الكهرباء التجارية الغالية دفع ناشطين لإطلاق حملة إلكترونية تحت هاشتاغ تعز طافي للمطالبة بإعادة تشغيل وتشغيل الكهرباء الحكومية المتوقفة منذ تسع سنوات. المزيد في التقرير التالي. بين غياب المسؤولية وتجاهل الجهات المعنية، تعيش مدينة تعز المحاصرة في ظلام ويتجرع مواطنوها جور الكهرباء التجارية المرتفعة أسعارها وسط مطالبات مستمرة بإعادة تأهيل وتشغيل الكهرباء العامة. ومع سخط واسع من تعرفة الكهرباء التجارية الغالية أطلق ناشطون حملة إلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج تعز طافي للمطالبة بإعادة تأهيل وتشغيل الكهرباء الحكومية المتوقفة منذ تسع سنوات وسط اتهامات لمسؤولية السلطة المحلية بعرقلة إعادة تأهيل محطة عصيفرة وتشغيلها لأسباب يعرفها المسؤولون أنفسهم السلطة المحلية تجاوبت مع الحملة وعقدت اجتماعا فقط مع مديري مؤسسة الكهرباء بالمحافظة ومجموعة من الشباب الذين يطالبون بتشغيل المحطة، لكن ذلك لم يأتي بجديد سوى الحديث المكرر الذي نسمعه كل مرة عن تهالك محطة عصيفرة نتيجة عمرها الذي يزيد عن 45 عاما، وعن تشكيل فريق لإجراء دراسات خاصة بتشغيل محطة عصيفرة رغم إجراء دراسات سابقه وسلمت للحكومه قبل قرابه سنه الا انه لم يحصل اي تجاوب سوى وعود لم تنفذ على الارض يعيش أبناء مدينة تعز بين جحيم تعرفة الكهرباء التجارية نتيجة ارتفاع أسعار تعرفتها التي وصلت إلى ألف ريال للكيلو الواحد ووعود الجهات الرسمية بتشغيل الكهرباء العامة المتوقفة منذ بداية الحرب أبناء تعز أكدوا استمرارهم في الاحتجاجات على أمل أن يعاد تشغيل كهرباء الدولة ويخلص المواطنون من كابوس فواتير المواطير التجارية ويبقى السؤال متى تصحو ضمائر مسؤولي السلطه المحليه والجهات المعنيه في الحكومه اليمنيه ومجلس القياده الرئاسي للعمل على اعاده تاهيل وتشغيل الكهرباء العامه في مدينه تعز المحاصره هذا وقال ناشطون في تصريحات لقناه من شباب ان تشغيل محطه الكهرباء الحكوميه في عصيفره ستعمل على انهاء المعاناه والعبث الذي يعانيه السكان من ملاك المحطات التجاريه التي باتت تثقل كاهل السكان نحن نطالب بتشغيل هذه المحطة، آه كفى عبث بهذا المواطن الذي عبثت به محطات تجارية آه الكيلو من ألف وشوي، اليوم نحن المواطن يطالب الحكومة ويطالب السلطة المحلية بالقيام بدورها بتشغيل المحطة، المحطة الكهربائية التي لم يعد لها إلا شيء من الإيرادات لتشغيلها، اليوم مطالبنا واضحة من هنا من أمام المحطة سنستمر بالضغط على السلطة وعلى الحكومة الشرعية للمطالبة بتشغيل المحطة الكهربائية وتشغيل الكهرباء لمدينه تعز المحاصره من قبل ميليشيا الحوثي مطالبنا بكهرباء حكومي كهرباء حكومي اقل تكلفة على المواطن الكهرباء التجاريه ارهقت كاهل المواطن نحن خرجنا اليوم وهذه اول خرجه لنا في تعز نطالب بعوده الكهرباء الحكومي وتحمل الدوله مسؤوليه نطالب السلطه المحليه بتحمل مسؤولية كون هذه المحطه شغاله ولا فيها اي شيء وقادره على تحمل الطاقه الكهربائيه لمدينه تعز باكملها اقيم اليوم في مدينه تعز حفل اشهار ملتقى تجار تعز لعدد من تجار المدينه المحاصره ويهدف التكتل بحسب القائمين عليه الى حمايه التجار والمطالبه بحقوق التجار وتحفيز راس المال في الداخل والخارج لخلق فرص عمل للشباب حيث قال رئيس ملتقى تجاري تعز الدكتور عبد الباسط الشرعبي ان الملتقى سيعمل على تبني قضايا مجتمعيه مشيرا الى انه سيتبنى قضيه استعاده الكهرباء الحكوميه والحد من اطماع ملاك الكهرباء التجاريه كيان تجاري مدني يهدف الى حمايه التاجر والمطالبه بحقوقه وايضا على يعمل على تحفيز راس المال في الداخل والخارج الاستثمار في المدينه والمحافظه لخلق فرص عمل للشباب أيضا نتبني قضايا مجتمعية مثل سعادة الكهرباء العامة والحد من أطماع بعض ملاك المحطات الأهلية وكون المدينة تعاني من الحصار وخرجت وكون المدينة تعاني من الحصار وخارجه من أزمة الحرب ورس نتعامل مع كل أبناء المدينة سواء القطاع التجاري او القطاع المدني والحقوقي تنفيذ كل المهام التكتل يعمل على التنميه والاستقرار يدن بيد مع السلطه المحليه ويعمل على توفير الاحتياجات الاساسيه للمحافظه ودعم القطاع النسائي والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصه بالعمل في السوق وتوفير نعم. لهم وتذليل لهم كل الصحة <applause> انتظر من التكتل تطور ومتابعه كل مستحقاته وجهوده وننتظر من التكتل دعمه الشديد للتاجر من التعسفات التجاريه وغيرها التاجر يمر بظروف صعبه في محافظه تعز نتيجه الحصار نتيجه انقطاع الطريق يمر بظروف صعبه لذا نرجو من تكتل تجار تعز الدعم المساند لنا في إطار حملاتها المتواصلة نهب التجار ورجال الأعمال نفذت ميليشيا الحوثي حملات جباية وابتزاز استهدفت 45 منشأة دوائية في صنعاء ومحافظة الحديدة وأجبرت ملاكها على دفع إتاوات تحت مسمى تجهيز قوافل دواء وغذاء دعما للمجهود الحربي وقالت مصادر طبية أن فرقا ميدانية تتبع الميليشيا في قطاع الصحة وما تسمى هيئة الأدوية نفذت حملات نهب وجباية منظمة طالت ملاك الصيدليات ومؤسسات ووكالة ومخازن بيع الدواء بالجملة أغلقت خلالها ست محلات بيع بالجملة في مديرية التحرير بزعم عدم حصولها على تراخيص مزاولة المهنة كما قامت فرق الميليشيا من مصادرة ونهب ما يزيد عن 42 طنا من الأدوية المتنوعة واتهمت المصادر ميليشيا الحوثي بنهب اطنان من الادويه لغرض المتاجره في بعضها وبيعها في الاسواق المحليه وتوزيع البعض الاخر لمصلحه عناصرها في الجبهات بحسب صحيفه الشرق الاوسط. الخطوط الجويه اليمنيه اعلنت قبل ايام اضطرارها لوقف رحلاتها من والى مطار صنعاء بسبب استحواذ الميليشيا على ارصدتها في البنوك. والمقدره باكثر من 80 مليون دولار، تعاملت معها الميليشيا كغنيمه دون ان تنظر في تبعات ومخاطر ذلك على اليمنيين. كلفه التنازلات لعصابه ارهابيه غالبا ما تكون باهظه وخطيره على الدوله والمجتمع ومصالح البلاد وامنها واقتصادها. اخطرها التنازلات في المجالات السياديه. وهو ما حصل حين تم منح عصابة الإرهابيين الحوثيين إدارة وتشغيل مطار صنعاء وإبقاء الإدارة الرئيسية لهيئة الطيران المدني ومواردها وحساباتها تحت السيطرة الحوثية. الخطوط الجوية اليمنيه أعلنت قبل أيام اضطرارها لوقف رحلاتها من وإلى مطار صنعاء بسبب استحواذ الميليشيا على أرصدتها في البنوك وتقدر بأكثر من 80 مليون دولار، تعاملت معها كغنيمة دون أن تنظر في تبعات ومخاطر ذلك ودون اكتراث منها للقوانين واللوائح والأنظمة المتبعة. سلوك العصابه تجلى في اسوا اشكاله البدائيه والهمجيه اثناء رده فعلها على قرار الخطوط الجويه اليمنيه اذ قام الارهابيون الحوثيون باحتجاز طائره تابعه لها وحين رفض الطيران اليمنيه الخضوع الكامل للمطالب الحوثيه وسلوك الابتزاز ذهبت تطالب عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها بالسماح لشركات طيران أخرى بتسيير رحلات من وإلى مطار صنعاء، حدث ذلك بالتزامن مع توقيعها اتفاقية نقل جوي مع شركة ماهان آير الإيرانية، بحسب ما كشفه وزير الإعدام في الحكومة الشرعية الذي أكد أن الاتفاقية الحوثية مع الشركة الجوية الإيرانية تضمنت تسيير 14 رحلة أسبوعياً. ولم يكن ذلك سوى جزء من تبعات التنازل الذي قدمته السلطة الشرعية للميليشيا الحوثية والسماح لها بتشغيل وإدارة مطار صنعاء بضغوط من السعودية التي تجري تفاهمات ومحادثات معها بعد أن أصبحت تلعب دور الوسيط، على أن عبث الحوثيين واستحواذهم على موارد الطيران المدني ليس جديدًا، إذ بدأ منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء، والسطو على جميع المؤسسات العامة والخاصة، ومنها هيئة الطيران المدنية، بحكم أن مقر إدارتها الرئيس في صنعاء، ومنذ ذلك الحين تسيطر على قرار الهيئة والخطوط الجوية اليمنية. وتستحوذ على مواردها التي تتكون من مصدرين رئيسيين احدهما الايرادات المحصله من المطارات والاخر رسوم عبور الطائرات ويقدر ما بين اربعه ملايين الى ثمانيه ملايين دولار شهريا جددت نقابه المعلمين اليمنيين دعوتها الامم المتحده وكافه المنظمات المتصله بالتعليم والمعلمين وحقوق الانسان الى ممارسه دورها الحقوقي والانساني بالضغط على ميليشيا الحوثي لصرف مرتبات المعلمين الموقوفه منذ سبع سنوات. جاء ذلك في بيان للنقابه تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم والذي يصادف الخامس من اكتوبر من كل عام حيث طالبت بسرعه اطلاق سراح جميع المعلمين والتربويين المختطفين وعلى راسهم سعد النزيلي نقيب المعلمين بامانه العاصمه كما دعت الحكومه بان تولي المعلم اليمني كل اهتمامها ومنحه كامل مستحقاته الماديه وزياده رواتب المعلمين بما يضمن لهم حياه كريمه وامنه تمكنهم من اداء رسالتهم المقدسه وبما يحقق اهداف التربيه والتعليم والغايات النبيله له تسبب حريق هائل بخسائر فادحه في مصنع مياه حبان بمحافظه شبوه وكان حريق هائل اندلع عصر يوم الجمعه في مصنع مياه حبان الكائن بمديريه حبان وندد مصدر تجاري بغياب سياره الاطفاء لاخماد الحريق في المصنع وحمل سكان سلطة المحافظ عوض ابن الوزير المسؤولية كونها لم توفر سيارات الإطفاء للحرائق المفاجئة على الرغم من أهميتها وزع مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج أربعين حراثة يدوية على صغار المسارعين في مديرية توبن بتمويل من منطقة بير هانس عبر الشريك المحلي مؤسسة آفاق شبابية وقال رئيس منظمه بيور هانس الدكتور محمد الحجاجي ان توزيع الحراثات اليدويه ياتي دعما للمزارعين المستهدفين بالمشروع كما تاتي للحفاظ على استمراريه زراعه الارض والاعتماد عليها بما يحقق تغطيه احتياجات السوق المحليه من الخضروات والفواكه وتوفير البديل المناسب لحراثه الارض نظرا لارتفاع تكاليف الحراثات التي تعمل بماده الديزل في ظل ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه وقطع الغيار. تظاهر العشرات من المزارعين بمديريه طور الباحه بمحافظه لحج احتجاجا على حجز وتوقيف اراضيهم وعدم التصرف بها في منطقه الهاجريه من قبل احد القضاه بمحكمه طور الباحه الابتدائيه. وطاف المحتجون بشوارع المدينه رافعين لافتات وشعارات تطالب مجلس القضاء بوقف الاحكام التي وصفوها بالجائره لاحد القضاه بمحكمه طور الباحه وتسببت بحرمانهم من التصرف باملاكهم على حد قولهم ونشد المحتجون مجلس القضاء الاعلى والنائب العام سرعه تشكيل لجنه قضائيه للبت في قضايا اراضيهم الموقوفه وتمكينهم من الاستفاده منها طبقا للقانون توقيف الارض ونحن قد تنازلنا بمساحه ارض في اراضينا لصالح بناء مدرسه اساسيه لاولادنا في منطقه الهاجريه، لكن هذا القاضي بقرار توقيف هذه الارض فالارض توقفت جميعا سيتوقف التعليم وسيتوقف تلقي التعليم لابنائنا. فاي ظلم هذا واي جور هذا من مصلحتنا العامه ان تبنى هذه المدرسه في اراضينا، ايضا نريد وحدات صحية نريد مستشفى نريد مصالح عامة لأبنائنا لكنه وقف أراضينا أمام هذه التنازلات شكى مواطنون من ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في العاصمة المؤقتة عدن وسط تجاهل السلطة المحلية التابعة للانتقال إيقاف هذه الارتفاعات الجنودية التي أرقت أو أرقت المواطنين وأثقلت كواهلهم وقال المواطنون إن ملاك الشقق السكنية رفعوا الإيجارات أضعافاً مضاعفة بالعملة الصعبة بالريال السعودي والدولار الأمريكي خلال الست سنوات الماضية دون مراعاة الوضع المعيشي الصعب للموظفين خصوصاً المهجرين والنازحين الفارين من سطوة ميليشيا الحوثية الإرهابية. ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى وضع حد لجشع ملاك العقارات. وتحديد اسعار مناسبه ومعينه لايجارات الشقق السكنيه والمنازل في محافظه عدن والمحافظات المحرره تراعي ظروفهم المعيشيه في ظل هذه الظروف الاستثنائيه افتتح بمحافظه مارب مصنع لانتاج وتعبئه الاكسجين في مستشفى العطير الخيري في مديريه حريب بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه عبر منظمه الصحه العالميه وبحسب اداره المشفى فان قدرته الانتاجيه المقدره بنحو 67 اسطوانه يوميا بالاضافه الى شبكه الاكسجين التي ركبت في قسمي العمليات والرقود في المستشفى وأكدت أهمية هذا المصنع لتغطية احتياجات مستشفى العطير والمستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في مديرية حريب بمادة الأكسجين الصناعي باعتبارها من أهم الاحتياجات الأساسية والضرورية لتشغيل كل المستشفيات والمنشآت الصحية دون استثناء. قبل الختام هذه جولة سريعة على أسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في تعاملات اليوم السبت. في الختام لكم أطيب الأماني إلى اللقاء